جاورتي العديد من الفرق، بل يعني صعدتي بمولوديه مراكش، بوداد فاس، فتح الرباطي، نهضه السطاطيه، لعبتي مباراه مع النادي المكناسي، انت العارف بخبايا القسم الثاني. والقسم الوطني الثاني الله يكون في العوان، لان دابا تصور ان القسم الوطني الثاني فيه 19 فريق وب 19 بغا يصعدوا ولي مويان ما كاينش. نعم كلشي بغا يصعد، ولكن باش الله اعلم يعني حتى العمل في القسم الثاني صعيب. صعيب بزاف، صعيب بزاف، لان في القسم الوطني الثاني كاين 19 فريق وكتلعب كلشي على دو بلاص. نعم في القسم الوطني الاول كاين 16 فريق وكتلعب على 14 بلاصه. نعم. يالله جوج اللي كيطيحوا، اما وكيت كلاسيتي 5 6 7 8 9 10 نعم. 11 12 13 14 ما طيحش بحال. نعم. فين القسم الوطني الثاني؟ فجوج ديال الاماكن هي اللي كتقول لك تلعب على دو بلاص، على صعيب. صعيب. نعم. صعيب بزاف. نعم. وخاصو المكونات بزاف، وخاصو اللاعبين في المستوى عالي، وخاصو الامكانيات اللوجيستيكيه والبشريه انها تكون موفقه. انا ما يمكنش تجيب المدرب اي ماركي ويحبس ويدرب. نعم. نعم شو نتابعوا كيف جاء يعني التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما في مباراة أراك وفريق النادي المكناسي، المتابعة لأمين شمسي والهواري السالمي. كما أن نهاية المباراة لا تعلن إلا بصافرة الحكم، فإن الأمل في تحقيق الفوز يظل هو الآخر قائما. ذلك هو شعار مباراة على فيها شأن الوقت المحتسب بدل الضائع بين الراك والنادي المكناسي. البداية كانت لأصحاب الأرض بقدم طارق رزقي الذي استغل عرضية لعماد الرقيوي. الفريق المكناسي الوصيف لم يبخل من جهده رغبة في التعديل، احتكار للكرة وسيل من الهجمات أسفر في آخر ثواني الجولة الأولى عن هدف غال لعثمان حبوري. بداية الطور الثاني من المواجهة منح الأفضلية للمكناسيين الذين بادروا إلى الهجوم، سعي أتى أكله برأسية لعبد الكبير مفكر. فرحة الضيوف بالفوز أنستهم أن صافرة الحكم لم تعلن بعد عن نهاية اللقاء الذي خبأ فرحة أكبر لأصحاب الأرض بإحرازهم هدف التعادل الثاني في الدقيقة الرابعة بعد التسعين برجل المهاجم عماد القيوي الذي أنقذ فريقه من هزيمة كادت تنزله دركات في الترتيب. كانت مقابلة قوية، أننا تعدنا في الدقائق الأخيرة أمام فريق كبير، أنه فريق نادي المكناسي، لأنه فريق عريق وعنده ما بما يكفيه في التاريخ ديالو الكروي. من ناحية النتيجة فهي بطعم الخسارة، لأن النادي المكناسي كان يستحق ياخذ نتيجة أحسن من تعادل، بالنظر لمجريات المباراة وبالنظر للفرص اللي جاونا. ففريق الراك جاوه جوج فرص تمكن باش يسجل منهم جوج الأهداف، النادي المكناسي ما استفدش شيء من الفرص اللي تحت له. تعادل بطعم الخسارة إذن للمكناسيين، ولو أنه بوأهم صدارة الترتيب فيما ما زال الراك يعاني الويلات.